أبنائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم أينما كنتم. هنبتدي النهاردة المحاضرة الأولى في الـ CNS Sensory. وقبل ما نبتدي كما وعدنا فإن احنا هنبتدي بحل أسئلة الـ Multiple Choice Question اللي حطيتها لكم على صفحتي. فهنشوف الأسئلة، وعلى فكرة أنا حطيت لكم كمان الدياجرامز اللي هنستخدمها كل مرة، اللي يحب يبقى يجهزها يعني يصورها عشان يركز اكتر معايا في الشرح هيبقى موضوع الطف شويه، فحاولوا يعني تعملوا كده، ده ربما يبقى افضل شويه انكم تحاولوا تعملوا الحكايه دي. طيب نبتدي السؤال الاول، فبيقول لنا الاتي. السؤال الاول كان بنقول يا شباب ان الكورتيزول all are correct except، طبعا except ان هو it's mostly bound to albumin، هما معظم الاستيرويد هرمونز بيبقوا bound to globulins، اللي bound to albumin هو قلنا الفيميل سكس هرمونز. فيبقى اجابة السؤال الاول C like cat. السؤال الثاني باراثرمون برضو all are correct except، فإجابة السؤال اللي غلط وبالتالي هي اللي صح C إن هو is under the control of anterior pituitary، طبعا باراثرمون is not under the control of anterior pituitary. السؤال الثالث regarding الهرمون receptors، بالنسبة للهرمون receptors ف they are activated only when bind to hormones، لأن قلنا إن الريسبتور inactive الهرمون inactive، إنما لما الاثنين بيمسكوا بعض complex هو ده اللي بيبقى active. يبقى الإجابة في هذه الحالة هو be like baby. السؤال الرابع regarding the hypothalamus all are correct except، اللي خطأ في هذه الحالة إنه It's connected to posterior pituitary via portal circulation. لا هي عن طريق hypothalamo-hypophysial tract nervous. Not portal circulation, ده معنى anterior pituitary. يبقى C like cat. سؤال أخير يا شباب. Regarding the characters of hormones, all are correct except إنهم they act as second messengers. لأن كل الهرمونات بتشتغل as first messenger, مش second messenger. فيبقى عليه نقول تاني الإجابات يا شباب. فالسؤال الأول الإجابة الصحيحة هتبقى D for daddy. السؤال الثاني الإجابة الصحيحة هتبقى C for cat. السؤال الثالث الإجابة الصحيحة هتبقى هي C، وقال اختار هنا لأسف regarding the hormone receptor اختار الإجابة الصحيحة هنشوفها. الإجابة الصحيحة هتبقى they are activated only when bind to hormones B like baby. السؤال الرابع regarding hypothalamus قال اختار الإجابة الخطأ، فإن هي C it's connected to posterior pituitary عن طريق portal circulation، ده خطأ. السؤال الخامس قال اختار regarding the characters of hormones all are correct except ان هو second messenger A for alpha. ده الاجابات الاسئله يا شباب، ونبتدئ مع بعض المحاضره الاولى في السي ان اس. طبعا انا برضه عايز اتفق معاكم على شويه حاجات كنت كتبتها قبل كده، ان احنا هنمشي اسرع شويه عشان عاوزين ننجز، وانا هشرح شرح وافي كويس جدا بس لمره واحده، مش هكرر زي ما عملت في المحاضره الاولى. طبعا ستيل انت عندك فرصه انك تسمع تاني، لانك انت ممكن تعيد الفيديو مره اخرى وتسمع مره اخرى. وانا اعرف حتى من كثير من الزملاء ان بيقولوا لي ان هم بيقعدوا يذاكروها ويسمعوها كويس قوي في مره، وقصاد الورق بيكتب زي ما قلنا حاجتين معاني الكلمات، بيكتب السؤال ده مالتيبل تشويس، ده شفوي، ده نظري، ده نظري مهم او مهم اس الف. وبيقول لي ان احنا كان بعضهم بيقولوا لي هنا ان احنا بالليل والواحد بيبقى تعب بيقعد كده يسترخي
وخلاص ما قصدوش ورقه ولا حاجه، ما هو شايف الرسم وعرفه وكتب الاسئله، يسمعها مره تاني. بيقول لي سربرايزنج بنطلع اولموست حافظينها كويس قوي قوي، خصوصا بيسمع نفس الكلام مره تاني. فنتوكل على الله ونبتدئ المحاضره في السي ان اس اللي هو السنسوري. طيب الصفحه الاولانيه دي يا شباب هي عباره عن ان كلها اسئله مالتيبل تشويس، فنتوكل على الله ونبتدئ الخطوه الاولى في رحله الالف ميل في السنسوري سي ان اس. فالسي ان اس هيستولوجيكالي في نوعين من النيورونز، في نوعين من الخلايا، اسف من السيلز، في النيورونز اللي هي الخلايا العصبيه، وفي جلايل سيلز اللي هي خلايا طلائيه اللي هي تعادل الكونكتيف تيشو سيلز، ودي عددها 10 ل 50 مره قد عدد النيورونز. ومن المعلومات الكويسه اللي لازم تعرفها ان النيورونز دي ستاتيك ستراكشر، يعني اي نيرون هتفقده لا يمكن تعويضه. وفي اليوم فقره المعلومات العامه الواحد بيفقد في المتوسط 10,000 خليه كل يوم، بس طبعا هم عددهم بالتريليونز فما تخافش. هاويفر في نهايه العمر الواحد بيحصل له ديمنشا، اي تدهور عقلي، بسبب انه بيبقى فاقد كميه نيرونز كتيره. نيجي للجلايل سيلز، دي عندنا بتنفع سؤال ام اس كيو. هما ثلاث انواع، مايكروجليال سيلز، مايكرو يعني صغيره، خلايا طلائيه صغيره، ودي بتشتغل از سكافنجر، سكافنجر يعني كناس، تشيل الزيادات زي ما هنشوف الكيميكال ترانسميتر اللي مش عاوزينه بيتشال بالمايكروجليال سيلز. تاني خليه اسمها اوليجو دندرايتس، اوليجو يعني قليل ودندرايت يعني اهداب، اهداب قليله، ده وظيفته بيعمل المايلين شيث. ثالث خلايا اسمها استروسايتس، استروسايتس يعني خلايا نجميه، استرو يعني نجمه، استروسايتس خلايا نجميه. دي ليها وظيفتين، هي دي اللي بتعمل البلاد برين بارير، وفي نفس الوقت بتمنتين الليفل اوف بوتاسيوم. طيب ده كان التركيب الهيستولوجي، وقلت ده ما يصلحش غير سؤال ام اس كيو. عندي النيورونز كلمه واحده تعرف انها ستاتيك ستراكشر، والجلايل سيلز تعرف وظائف ثلاثه، ده ام اس كيو ما تحفظوش، مش هيجي اكتر من ام اس كيو. طبعا الناس اللي هنا موجوده عندنا في كندا وامريكا عارفين ان هم ما بيهتموش غير بالام اس كيو، كل حاجه بالنسبه لهم ام اس كيو. وقلت لهم وبقول لهم ان كل ما هو نظري فهو ام اس كيو، وكل ما هو شافه يعتبره هو بالنسبه له برضه ام اس كيو. نيجي الاناتومي بتاع النيرفس سيستم، سنترال نيرفس سيستم، هو بيتكون من ثلاث اجزاء، هناخدها من اقل اللي هو تحت خالص في السباينال كور، ده بيعمل الاوتوماتيك ريفلكسز زي الميكتوريشن والديفيكيشن. نطلع اللور برين ليفل، ممثل في البرين ستيم، كنا خدنا في من ضمن الحاجات ان في كل السنتر بتاعت الريسبريشن بتاعت الكارديو باسكور فوميتنج سنتر، الحاجات دي يعني ارقى شويه. اعلى حاجه اللي هو الهاير سنترز بقى اللي بنستقبل فيها الفاين سنسيشن، الاحساسات الدقيقه، الموتور اكشن الفاين، حركات الدقيقه، الميموري الذاكره، الثينكينج التفكير. هنا ما يعنينيش في الحته دي كلها غير سؤال واحد، ان في الهاير برين سنترز مين الجزء اللي هو اكسكلوسيفلي موتور والجزء الثاني اللي هو اولموست سنسوري. في الانسان عندنا اللي انا بشاور عليه دلوقتي بالليزر ده عباره عن السنسوري كورتكس والموتور كورتكس. طب قبل ما يبقى عندنا موتور كورتكس في الحيوانات اللي ادنى منا شويه، واحنا ستيل عندنا نفس الجزء زي الطيور والاسماك، بتتحرك بايه؟ بالبيزل جانجلي. لما نيجي لمحاضره البيزل جانجلي باذن الله هقول لك ان الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيزل جانجلي، لان there is no motor cortex. دي اكسكلوسيفلي موتور، يعني موتور فقط. طيب بتحس ازاي؟ بالثالاموس، بس دي ما نقدرش نقول اكسكلوسيفلي فقط، almost معظمها سنسوري. يبقى الاسماك والطيور اللي هي الحيوانات الادنى مننا بتطير وتعوم بالبيزل جانجليا وبتحس بالثالاموس. طب احنا ايه الوضع عندنا؟ ما زالوا موجودين. احنا عندنا ربنا اداهم دور بس اقل شويه، الحركات الدقيقه
بالموتور كورتكس، طب والحركات الجراس الاقل دقه بالبيزال جانجليا، الاحساسات الدقيقه بالسنسو كورتكس، والاحساسات الاقل دقه بالثالامس. يبقى ده السؤال الوحيد اللي ممكن يجي لنا هنا في الام اس كيو، ان البيزال جانجليا اكسكلوسيفلي موتور، بينما الثالامس almost most of their function of their of its function sensory. طيب ننتقل للسينابس اللي هي هتلاقيها على ايدك اليمين لو كنت باصص للسكرين. دلوقتي ما معنى كلمة سينابس؟ سين في اللغة يا شباب معناها اتصال، سين اتصال. السينابسس هي area of contact، مكان اتصال between two neurons. طب احنا عارفين النيرون ثلاث اجزاء، في عندنا دندرايت واللي بشاور عليها، وبعدين السوما جسم الخليه، وبعدين الاكسون بيبتدي ببروز اسمه اكسون هيلوك، وعليه انواع السينابس الثلاثه. لو التقى الاكسون تملي البري سينابتيك، في نيرون قبل السينابس نسميه بري سينابتيك اللي بشاور عليهم، ونيرون بعد السينابس اسمه بوست سينابتيك. تملي البري سينابتيك بيساهم بالاكسون ترمينال، تملي بيساهم بالاكسون ترمينال. فلو التقى الاكسون ترمينال بتاع البري مع الدندرايت بتاعت البوست، اظن الاسم يبقى لطيف قوي، اكزو دندريتيك. اما لو التقى الاكسون ترمينالز بالسوما هنسميه اكزو سوماتيك. اما لو التقى الاكسون ترمينالز بالانيشال بارت اوف اكسون، وهنفهم ليه الانيشال بارت اللي هي الهيلوك اللي هي البروز الحته التخينه دي شويه، هنسميه اكزو اكزونيك. هنا في سؤالين ام اس كيو مهمين جدا. تفتكر، فكر معايا من الرسمه، انهي اكتر نوع من السينابسز عندنا؟ بدون تفكير اكتر حاجه في النيرون هي الدندرايتس اهي. يبقى اكتر نوع من السينابسز هو الاكزودندريتك اللي هو 80-95%، ولكن من السينابسز تبقى اكزودندريتك، لكن هنعرف بعد قليل ليه هو الليست اكسايتبل. اون ذا كونتري، سؤال الام اس كيو بقى المناظر، مين اكتر نوع اكسايتبل؟ الاكزو اكزونيك ده الموست اكسايتبل. ليه؟ لانه بيجي ان كونتاكت مع اهم حته في الاكسون اللي هو الاكسون هيلب، اللي هي مليانه صوديوم شانلز، وعليه الدي بولاريزيشن فيها سهل جدا، وعليها الثريشولد اوف ستيميليشن از لو. يبقى الاكزودندريتك خدت الكم دي اكتر نوع 80-95%، انما الاكزو اكزونيك خدت الكواليتي الكيف دي الموست اكسايتد، لانها جت على الحته المهمه في النيرون اللي هي فيها صوديوم شانلز اكتر، ثريشولد اوف اكسايتيشن عندها احسن. واضيف لك معلومه، ايا كان مكان الاستيميليشن، يعني عملت استيميليشن للدندرايت للسوما للاكسون، اولويز الاكشن بوتنشال بيبقى جنريتد عند الاكسون هيلوك. هي لان دي، فكر معايا، هي دي اول حته بتوصل الثريشولد لانها عندها لو ثريشولد، فبيطلع منها الاكشن بوتنشال. واظن انا جاوبت لك اندايركتلي ليه الاكزودندريتك هي الليست اكسايتد، لانها ابعد حته عن الاكسون هيلو. يبقى ده الاسئله هنا في الام اس كيو. ادي سؤال هنا مهم جدا جدا، النيرون الواحد يفرز نوعا ما واحدا من الكيميكال ترانسميتر. One neuron secretes one type of a chemical transmitter. طيب السؤال الأهم، طب الإكسايتيشن أو الإنهيبيشن يعتمد على الكيميكال ترانسميتر ولا على الريسبتور؟ تعال نفكر. الأستايل كولين ده الكيميكال ترانسميتر بتاع البارا، بيعمل إيه في الجهاز الهضمي؟ البارا سيمباثيتك، صديق الجهاز الهضمي، بيستيميليت الوول ويريلاكس ينهبت السفينكتر. يبقى نفس الاستايل كولين في الوول بيعمل استيميليشن او اكسايتيشن، وفي السفينكتر بيعمل انهبيشن. يبقى تفتكر الاكسايتيشن انهبيشن
بيعتمد على المادة الكيميائية اللي هي ثابتة هنا اللي هي الأسيتيلكولين ولا على الريسبتور؟ أظن الإجابة هتبقى على الريسبتور. يبقى الإكسيتيشن أور إنهيبيشن ديبيندينج أون ريسبتورز. إنما أي كيميكال ترانسميتر يقدر يبقى إكسيتاتوري ويقدر يبقى هو نفسه إنهيبيتوري ديبيندينج على الريسبتور. خد بالك بقى، قلنا في نوع من أسئلة الإم إس كيو بتبقى على الإكسبشن. هنا في إكسبشن. في تو كيميكال ترانسميترز تملي بنلاقيهم انهيبيتوري، اللي هم الجلايسين والجابا اللي اختصار جاما امينو بيوتيريك اسيد، دول تملي انهيبيتوري. وفي اتنين تملي بنلاقيهم اكسيتاتوري، اللي هو الجلوتاميت والاسبارتيت. جلوتاميت واسبارتيت. يبقى هذه الصفحه مليئه باسئله الام اس كيو. اول سؤال كنت تفهم ان النيورونز دي ستاتيك. تاني سؤال ام اس كيو وظائف الجلايل سيلز، الميكروجليا دي الكناس السكافنجر، الاوليجو بتعمل المايلين شيث، الاستروسايتس الخلايا النجميه، البلاد برين بارير، وبنتين البوتاسيوم. تاني سؤال في الجزء اللي تحت، مين الجزء في السي ان اس اللي هو اكسكلوسيفلي موتور؟ البيزال جانجليا. ومين الجزء اللي هو exclusively sensory أو آسف almost sensory؟ thalamus. ثالث سؤال في مجموعة MSQ، مين أكتر نوع من السينابس؟ الأكسودندريتك. مين الموست excitable؟ الأكسوسوماتيك، الأكسوأكسونيك آسف. الأكتر نوع الأكسودندريتك، الموست excitable الأكسوأكسونيك. المجموعة الرابعة في الأسئلة، إن one neuron secretes one type of a chemical transmitter. طيب، وإن الاستيميليشن انهيبيشن ديبيندز على الريسبتور مش على الكيميكال ترانسميتر. وسؤال ثالث في المجموعة الرابعة، مين اللي تملي بنلاقيهم انهيبيتوري؟ اتنين بحرف الجي، جلايسين أند جابا، جاما أمينو بيوتيريك أسيد. ومين اللي تملي بنلاقيهم اكسيتاتوري؟ الاسبارتيت والجلوتامين. اقلب صفحتها من فضلك، انا هقلبها. نيجي بقى يا شباب نتكلم على السينابتيك ترانسميشن، وده زي ما بقول درة هذه الحصة. قبل ما نتكلم على الميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن اللي هو موجود على ايدك اليمين، هنتكلم على الفانكشنال اناتومي. وعلى فكره ساعات في النظري بيجي فانكشنال اناتومي وميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن. في الاغلب بيجي الميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن لوحده، في الاقل بيجي الفانكشنال اناتومي اند ميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن. ففي الاناتومي انا عندي بري سينابتيك نيرون بينتهي ببري سينابتيك تيرمينال او نوب يعني انتفاخ، قصاده الناحيه الثانيه بوست سينابتيك نيرون، يبقى ده البري سينابتيك وده البوست سينابتيك، وما بينهم في السينابتيك كليفت. تعال نشوف بري سينابتيك تيرمينال اللي هو النوبس، في ثلاث حاجات. في ميتوكوندريا، اظن مرتبط في ذهننا الميتوكوندريا دي بالادينوزين ترايفوسفيت اللي هو مصدر الطاقة. طب سؤال جميل في الشفوي وفي الام اس كيو، هو احنا محتاجين الطاقة في ايه؟ في اشياء ثلاث. الريليس بتاع الكيميكال ترانسميتر محتاج طاقة. انا عاوز ناس فاهمة مش حافظة، هو ليه الريليس اوف كيميكال ترانسميتر عاوز طاقة؟ لان قلت الفيسيكل دي بيطلع منها الكيميكال ترانسميتر بعملية اسمها اكزو سيتوزيس، ودي محتاجة طاقة. أقولها لك بطريقة تانية، لأن أنا قلت في transport of any substance في ثلاث طرق: diffusion، active transport، و endocytosis. الوحيد اللي مش عاوز طاقة هو الديفيوجن، أما الاكتف transport من اسمه طبعا اكتف، ده دي مش محتاجة. والاندوسيتوزيس بنوعيه سواء خروج اكزوسيتوزيس او دخول اندوسيتوزيس بيبقى في الحالتين بيحتاج الى طاقه. فالاكزوسيتوزيس يحتاج انرجي، وعليه ليه في ميتوكوندريا هنا
أول سبب عشان محتاجين طاقة لخروج الكيميكال ترانسميتر. طب تاني سبب إن بعد ما الكيميكال ترانسميتر بيطلع ممكن نوقف عمله بإنه ننتزعه من الريسبتور، نبعده عن الريسبتور، نعمل أكتيف ريأبتيك، وأظن من اسمها أكتيف ريأبتيك يبقى عاوزة طاقة. ثالث حاجة عاوزين فيها طاقة الثانسيس أوف الكيميكال ترانسميتر، يبقى تخليق الكيميكال ترانسميتر ثانسيس، الريليس بالإكسوسيتوزيس، الأكتيف ريأبتيك، الثلاث عمليات دول عاوزة طاقة. This is why we have mitochondria. We need ATP لثلاثة أسباب. طيب تاني حاجة شفناها في البريسينابتيك تيرما إن عندي ثلاث أنواع من الفاسيكلز. أول نوع اسمه small clear vesicles. small clear، وده بيحتوي الآتي: أستايكولين كنا خدناها في الأوتوناميك بيبقى موجود في small clear vesicles، ومعاهم عشان ما تنساش بطريقة سهلة ولطيفة في الحفظ الثلاثة اللي بحرف الجي، فاكرهم؟ الاثنين انهيبيتوري، الجلايسين والجلوتاميت، واحد من الاكسيتاتوري اللي هو اسف الجلايسين والجاما امينو بيوتيريك اسيد، واحد من الاكسيتاتوري اللي هو الجلوتاميت. دول اللي موجودين في السمول كلير فيسلز، يبقى واحد الاستايل كولين وثلاثه بحرف الجي، الاثنين انهيبيتوري اللي هو الجلايسين والجاما امينو بيوتيريك اسيد ومعاهم جلوتاميت. تاني نوع اللي هو small granular. small granular ده بيبقى خدنا المثال بتاعه بيحتوي الكاتيكولامينز، اللي هم عارفين مين هم الكاتيكولامينز، مش هو اتنين بس، الادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين، دول كلهم موجودين في small granular. طب تالت نوع من الفيسكل اسمه large granular، وهو ليه large؟ عشان بيحتوي مركب كبير نيوروبيبتايد، بيبتايد ده حاجة كبيرة، والكبير كبير ده بيطلع ترانسميتر بتبقى slow in action وبتاخد very long duration. الاتنين اللي قبل كده بتبقوا fast، ده حتى الستايل كولين بوجه خاص كان very fast، فاكر ليه؟ لأنه كان بيتكسر بالكولين ستريزيس. طيب تالت حاجة موجودة عندنا يا شباب في الحتة دي، ان عندنا تو سنيرز، مصيطتين اللي باللون الاسود ده، في مصيضة ماسكة في الفيسكل اسمها في سنير، اظن في فور فيسكل جاي من كلمة فيسكل بتبتدي بحرف الفي، وبعدين تاني مصيضة اسمها تي سنير، تي هنا عشان موجودة في التارجت، التارجت ان احنا لو الفيسكل وصل للاكتيف زون اللي هو الممبرين ده بتاع البري سينابتيك نيرون هيفرقع، فليس موت تارجت، فتي فور تارجت، لان بعض الناس بيقولوها خطا تيرمينال. يبقى دول الثلاث حاجات اللي موجودين في البري سينابتيك تيرمينال. مايتوكوندريا بتدي الطاقه لاننا محتاجين طاقه للثانسيس، للريليس، للاكتيف ري ابتيك اوف كيميكال ترانسميتر. ثلاث انواع من الفيسكلز، سمول كلير، سمول جرانيولر، ودول صراع، وبعدين لارج جرانيولار ودي فيها البيبتايد، بيبتايد اوعى تنسى النيورو بيبتايد، ودي بتقعد مده طويله. تالت حاجه عندي اتنين سنيرز، في سنير في الفيسكل وتي سنير في التارجت. طيب ننتقل للكليفت. سنه الكليفت في سؤال واحد في الام اس كيو، نوع الفلويد اللي فيه هل هو انترا سيلر ولا اكسترا سيلر؟ اسيبك تفكر، هو ما بين خليتين بري سينابتيك وبوست سينابتيك، يبقى 100% اكسترا سيلولار فلويد. طيب نيجي ثالث حاجه في الرسمه اللي هي البوست سينابتيك نيرون، ده في نوعين من الريسبتورز، دي حته صعبه قليلا وعارف ان كثير من الزملاء بيلخبطوها، اسفا بقول بيلخبطوها، فانا هقولها لك ان فيري فيري كلير واي. في عندي نوعين من الريسبتور، ايونوتروبيك and metabotropic receptor، ده الايونوتروبيك وده الميتابوتروبيك ريسبتورز. ايه الفرق؟ اول فرق اللي لاحظته ان في كثير من الكتب مش موجود، انه الايونوتروبيك ده فاست سريع، بينما الميتابوتروبيك ده سلو، اهو بشاور عليها، ده سريع وده بطيء. تاني فرق هيوضح ليه دي سريعه ودي بطيئه،
ان الايونوتروبيك ريسبتور هو نفسه بيحتوي الشانل الاين شانل. فاول ما اللايجان بيمسك فيه اللي هي الماده الكيميكال ترانسميتر هنسميه لايجان بيمسك فيه بيحصل تغير في شكل ريسبتور ويتفتح فيه فتحه تعمل شانل. يبقى الريسبتور هو الشانل. فبمجرد ما اللايجان بيمسك في ريسبتور الشانل بتفتح عشان كده هو فاست. انما الميتابوتروبيك وكما يوحي الاسم حاجه فيها ميتابوليزم. لما يمسك اللايجان في الريسبتور لا لسه ما حصلش حاجه. يتنشط جي بروتين هنتكلم عليه بالتفصيل باذن الله في المحاضره القادمه وهي من المحاضرات القيمه جدا في الاندوكراين. جي بروتين. فلما يمسك في الجي بروتين الجي بروتين لما يتنشط هيؤدي الى تكوين سكند مسج. خطوه ثالثة وهناخد في المحاضره القادمه باذن الله في الاندوكراين في اربع انواع من السكند مسنجر. والسكند مسنجر ده بقى قصاده يعمل حاجه من اثنين اهو، يا اما يفتح شانل. يبقى شوف الشانل ممكن برضه يفتح شانل يمرر اين بس بعد كذا خطوه. مسك اللايجن في الريسبتور، الريسبتور ما فيهوش هنا الشانل، نشط جي بروتين خطوه ثانيه، ثالثه اتكون سكند ميسنجر، السكند ميسنجر فتح الشانل، او ربما يغير الاكتيفيتي بتاعت انزيم زي ما هنشوف في الاندوكراين باذن الله. يبقى عشان كده ده الاكشن سلو. بقى اتعجب لما كثير من الناس تشرح تقول الطلبه في نوعين من ريسبتورز واسقطوا اهم حاجه، ايه الفرق بين الاينوتروبيك ريسبتور والميتابوتروبيك ريسبتورز؟ انه ده فاست وفهمنا ليه فاست لانه هو بيحتوي الاين شانل اللي بتمرر حاجه من اربعه، صوديوم وكالسيوم اللي بيعملوا الديبولاريزيشن يعني اكسيتيشن، وبوتاسيوم وكلورايد اللي بيعملوا زي ما هنشوف الانهيبيشن. اما الميتابوتروبيك فالميتابوتروبيك ريسبتور فدي سلو. ليه سلو؟ لانه لما بيمسك اللايجان في الريسبتور بيتنشط الجي بروتين يؤدي الى تكوين سكند ميسنجر، والسكند ميسنجر ده في الاخر يفتح الشانل او يغير الاكتيفيتي بتاعه الانزيم، وعشان كده سموهم ميتابو لانها حاجه فيها زي ما انت شايف ميتابوليزم. لو طبعا في نمره فوق الفول مارك في الفانكشن اتوبيس بالطريقه دي هيدوها لك وانت فاهم كل حاجه ليه. نيجي لدره هذه الحصه بقى يا شباب، وهي الميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن، وعلى ايدك هتلاقيها اليمين. وما عشقت مثل عشق للنظام. دي عندنا فيها فور ستيبس زي ما انت شايف، 1 2 3 4. واظن طول عمري بقول لك الدياجرامز ده فرميه حصاد السنين. وان كان طبعا انا زي ما قلت لك برغم ان انا عدت الى ماي بيز هنا ناو ان تورونتو الا اني ما ستيل ما الورق بتاعي مش موجود معايا هنا بتاع اللي هو يناسبكم اكثر. اوفر انا هو في ذهني زي ما بيقولوا العلم في الراس مش في الكراس، على راي المثل. فانا عملت لكم رسومات عشان كده بقى البعض سالني هو ليه رسومات مختلفه شويه عن اللي بنلاقيه في ايدينا، لان انا دي لسه عاملها دلوقتي. وعشان كده حتى يمكن ان انا صحيت بدري شويه عشان خاطر اجهز لكم الدياجرامز دي وهي مفيده جدا. برضو بحب اقول لكم تنبيه تاني قبل ما ابتدي هذا السؤال، ان باذن الله بدءا من الشهر القادم هنعمل محاضرة ثالثة سبيشال سنسز، عشان بإذن الله أعد يعني فيما خلا يعني قضاء الله إن بإذن الله نخلص في وقت مناسب جدا، مش بس نخلص وفي وقت مناسب. فما تقلقش. وماي بي بإذن الله نعمل برضه ريفيجن فور مالتيبل تشويس خاص كده وتشوف قد إيه بيبقى مؤثر ومفيد. نعود تاني الى الميكانيزم السينابتيك ترانسميشن. وزي ما انت شايف للناس اللي عندهم سؤال نظري في جامعاتنا اللي فيها سؤال نظري فده نظري مهم والسلف، بل بعتبره درة هذه الحصه. فور ستيبس. واحد يقول لي ليه قبل ما بتبتدي بتقول ان هم فور ستيبس؟ حاجه بعضكم سمعني فيها، حاجه اسمها منتال سيت، تهيئ ذهني. لو انت مهيئ من الاول الموضوع ده في كام نقطه وبتتابع معاه ادي الاولى ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الرابعه، لقوا في السيكولوجي ان التذكر بيبقى افضل كثيرا من اللي لو قلت لك هشرح لك الميكانيزم وانت مش عارف هل هو 4 ستيبس 10 ستيبس اهو عمال تتابع ستيبس ورا بعض وانت مش فاهم في النقطه النهايه هم كام نقطه.
This is why ودي برضو للناس اللي بإذن الله في يوم من الأيام هيبقوا أساتذة عظماء وهيشرحوا مهمة جدا المنتال سيت، إنك من الأول تحط منتال سيت. يعني زي ما أنا قلت لك في الأناتومي هتكلم على بري سينابتيك نيرون ما بينهم كليف تاني حاجة وبعدين بوست سينابتيك نيرون، يبقى في تلات نقط هيتشرح. هنا هشرح أربع نقط. أول نقطة الأكشن بوتنشال هيجي عن طريق البري سينابتيك نيرون هنا. خدناها في النيرف ماسل بس خدناها في ثلاث كلمات سهلين. اكشن بوتنشال هي اوبن كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يطلع الكيميكال ترانسميتر باي اكزوسايتوز. دول الفاونديشن اللي هو لو ناسي اكتب الكلام اللي انت عارفه في النير. اكشن بوتنشال كالسيوم اكزوسايتوز. انما احنا هنا عندنا هنرتقي الموضوع اكتر، هنحط ديتيلز اكتر. الاكشن بوتنشال هي اوبن فولتج جيتد كالسيوم شانل. طبعا ليه فولتج جيتد؟ لانها بتفتح بالاكشن بوتنشال. فهيحصل ثلاث حاجات. مايجريشن اوف فيسكل، الفيسكل هتهاجر للحته دي اللي بيسموها اكتيف زون، حته النشطه. ثاني حاجه فيوجن اوف في سنير مع تي سنير، مصيده اصطادوا بعض. الفي سنير بتاعت الفيسكل هيصطادها التي سنير بتاع التارجت. فبعد كده يحصل ريليس اوف كيميكال ترانسميتر بعمليه اسمها اكزوسايتوزيس. دي ستيب 1. ستيب 2 طلع الكيميكال ترانسميتر هيمسك، هيحصل يونيون اوف كيميكال ترانسميتر مع الريسبتور اللي في البوست سينابتيك نيرون اللي هو قلنا كام نوع يا شباب؟ ايونو ميتابو. الايونو فاست لان هو في تشانل، والميتابو لا ده سلو. ليه؟ لانه هينشط جي بروتين، هنشوف المحاضره القادمه بالتفصيل، يعمل سكند ميسنجر يفتح التشانل او انزيم. فتاني ستيب يونيون اوف كيميكال ترانسميتر تو ريسبتور. طب تالت ستيب حسب الايون اللي هيتحرك هيحصل ديفلوبمنت اوف بوتنشال، هيتكون كهرباء يا تبقى اكسيتاتوري يا تبقى انهبيتوري. لو فتحنا الشانل للصوديوم او الكالسيوم هيدخل لانه موجودين بره اب، هيبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف. هناخدها في السؤال اللي بعده. يبقى حصل دي بولاريزيشن يعني اكسايتيشن. لو فتحنا الشانل للبوتاسيوم والكلورايد، البوتاسيوم جوه هيخرج يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد البوتاسيوم جوه هيخرج بره يبقى بره مور بوزيتيف، والكلورايد هيدخل جوه جوه مور نيجاتيف، هيعمل لي هايبر بولاريزيشن يعني انهبيشن، فيسموها انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. يبقى البوتنشال اللي هتحصل في البوست سينابتيك نيرون نوعان، الاختلاف في الكلمه الاولى اكسيتاتوري دي بولاريزيشن ولا انهبيتوري هايبر بولاريزيشن في البوست سينابتيك نيرون. فدي يسموها اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال، ودي يسموها انهبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. رابع ستيبس بعد ما خلصنا العمل هنعمل ريموفال اوف كيميكال ترانسميتر، وده باربع طرق حتى مصادفه جميله بفتكرها. النقطه الرابعه فيها اربع نقط. طب ازاي نفتكرها؟ هقولها بطريقه حلوه. كل حاجه في الرسمه بتساهم. ازاي البري بيوقف العمل؟ بيوقف الكيميكال ترانسميتر، قلناها بيعمل اكتيف ري ابتيك. كيميكال ترانسميتر بياخده من على ريسبتور، واحنا قلنا ان في الاندوكراين ان اللايجاند ان اكتيف الريسبتور ان اكتف. لما بيمسكوا ببعضه قلت لكم سؤال الكومبلكس ولا اكتف، شيل ده من ده على راي سيد مكاوي يرتاح ده عن ده. يبقى اول ما تشيل الكيميكال ترانسميتر تعمل له اكتف ري ابتيك وقف العمل، يبقى البري هيعمل اكتف ري ابتيك. طب والكليفت الكيميكال ترانسميتر يديفيوز امشي مع الليزر او ديفيوز اواي، يبقى برضه بعد عن الريسبتور. او البوست ان اكتيفيت يكسر الكيميكال ترانسميتر، يبقى البري اكتيف ري ابتيك، الكليفت ديفيوجن اواي، البوست سينابتيك نيرون يعمل له ان اكتيفيشن وديستراكشن. طب واحد قال لي بس انت قلت اربعه، فين الرابعه؟ اللي عنده ذاكره خدناها في الصفحه الاولى، الجلايل سيلز. الجلايل سيلز السكافنجر اللي هو المايكرو ممكن تخلصك منها. دي الاجابه النموذجيه المنظمه يا شباب للميكانيزم في سينابتيك ترانسميشن. برغم اني انا قلت مش عاوز اعيد عشان نمشي اكتر، بس اهميه هذا السؤال هعيده في عجاله. يبقى اول ستيب هيطلع الاكشن بوتنشال من البري،
تاني ستيب يمسك في ريسبتور، تالت ستيب يحصل كهرباء، رابع ستيب نريموف الكيميكال ترانسميتر. فاول ستيب الاكشن بوتنشال في البري هيفتح هنا فولتج جيت الكالسيوم شانل فيدخل الكالسيوم، فيحصل ثلاث حاجات: migration of vesicles to the active zone، يمسك ال V في T دي تاني حاجة، تفرقع ال vesicle ويخرج الكيميكال ترانسميتر بالإكزوسيتوز. تاني ستيب سهلة، كيميكال ترانسميتر هيمسك في الريسبتور اللي ما عارفين نوعين، ايونوتروبيك وميتابوتروبيك، وانتوا فقط اللي عارفين الفرق السليم ما بينهم. واي داوت اذا كان كثير من الطلبه اللي يسمعوني دلوقتي قبل ما سمعوني كانوا عارفين الفرق بالظبط. ثالث ستيب ديفلوبمنت اوف بوتنشال ديبندنج على انهي اين هتستخدمه. عاوزك يرتبط في ذهنك الصوديوم والكالسيوم بالديبولاريزيشن يعني بالاكسايتيشن، البوتاسيوم والكلورايد بالانهيبيشن هايبر بولاريزيشن. رابع ستيب ريموفال اوف كيميكال ترانسميتر، ودي بتبقى باربع خطوات قلت لك طريقه لطيفه في تذكرها. الثلاث حاجات اللي في الرسمه بيساهموا البري والبوست والكليفت. البري بيعمل اكتيف ري ابتيك، البوست بيعمل ان اكتيفيشن، الكليفت بيديفيوز اواي. ولا تنسى الجلايل سيلز. اقلب الصفحه من فضلك. هنيجي بقى البوتنشلز. في نوعان من البوتنشلز ممكن تحصل. البوتنشل ممكن تحصل في البوست سينابتيك وممكن تحصل في البري سينابتيك. So we have post synaptic potential، وده سؤال نظري مهم مش بأهمية الميكانيزم أقل سنة أو بري سينابتيك بوتنشل. تعال نتفرج مع بعض. يبقى التايبس اوف سينابتيك بوتنشال، اول سؤال عندي اللي هو البوست سينابتيك بوتنشال، ده نظري مهم. ايه اهم كلمه فيه في الام اس كيو؟ اوريدي احنا عارفينها في الناس اللي سمعوني في النيرف، جريدد بوتنشلز. واذكر الناس اللي ما سمعونيش ان الكهرباء في الجسم نوعان مش 100 نوع، يا اكشن بوتنشال يا اما بوتنشال ما هوش اكشن بوتنشال، يعني يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال بالبلدي كده. وقلت الاكشن بوتنشال بينطبق عليه المثل اللي هو زي الفريق ما يحب الشريك، يعني ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. وحفظتها لاجيال بطريقه رائعه اللي هو التريبل اي، ان الاكشن بوتنشال 3 ايه، انه يتبع اول اور نون لو، وبالتالي كان نوت بي جريدد، ما هوش جريدد بوتنشالز. يبقى بقيه البوتنشالز كلها اللي في الجسم اللي بناخدها البوست سينابتيك والبري سينابتيك واللي خدناها قبل كده اند بليب بوتنشال اي بوتنشال اخر واللوكال ريسبونس وكات الكتروتونس، المهم ما هياش اكشن بوتنشال، تبقى نو اول اور نون، يبقى جريدد بوتنشال. الاول اور نون لو الاكشن بوتنشال معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يبقى كان نوت بي سميتد. الباقيين كلهم معهمش ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، يبقى كان بي سميتد. يبقى حفظتها لاجيال، اوعى تنسى. الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال